عليكم، معكم خديجه جباد، رئيسه الجمعيه ديال الريفنس فوتبول امريكان سلا. كتحضروا معنا اليوم واحد ليفينمون. حنا من اللجنه المنظمه ديال واحد دوري كاس العرش الاول النسائي في مدينه ديال سلا. دونك عندنا لي زيكيب اللي جايين من مدن اخرى، هنا كازا، تيفلت، غابه، وصالي. جيتو في لي ماتش فينال غادي يكونوا اليوم التتويج ديال الفرق الفائزه والجوائز ديال التقديم. هادو تيرانات القرب ديال سلا اللي كنستافدو منهم في لي زونترينمون. بغينا نبرزونتو شويه الكره الامريكيه في سلا والبنات، بالاخص البنات في سبور، باش نموتيفيوهم مع شراكه مع مجلس مقاطعات بطانه والجمعيات التنشيط الرياضي ديال سلا اللي تاهي ساعدتنا في لي تيغون. كتشوفوا الشعبيه ديال هذه اللعبه هذه في المغرب عامة؟ هي صراحه ماشي جديده، فوتبول امريكان هاد لا فيرسيون اللي كيلعبوا سون كونتاكت، مي راه كانت في المغرب ما كانش معروفه بزاف باسكو كانت محتكره على الكونتاكت وعلى الرجال بزاف ولا الدراري بزاف. مي اوغوزمون دابا ولينا كندخلوا شويه البنات من الشعبيه، نقولوا حنا عاد تنخدموا عليها، عاد تنانتيغريو شويه البنات وكنزعموهم شويه على سبور. كاقبال الشباب على هاد اللعبه؟ الاقبال صراحه بيان الحمد لله، حيت باسكو سي ان جو اللي ما فيهش لي بليسور بزاف، فيه الموتيفاسيون، فيه ليسبري ديكيب. جو بونس كو هادشي اللي مهم باش تكون معايير ديال باش تانفيتي ناس جداد عندك. الحمد لله اوني فور لو بون في لو بون سونس. اول حاجه الرياضه راه تربيه، دونك حنا الكونسيبت الاساسي ديال سبور هو التربيه، لا ديسيبلين، ليسبري سبورتيف، و بيان سور نطلعوا بلادنا حتى حنايا لانترناسيونال، حيت هاد لو جو راه ما كاينش غير في المغرب، راه كاين في لانترناسيونال، وني بغي بيان حتى حنا نكونوا بحال ليكيب دو موند ولا ليكيب ناسيونال اللي حتى هي بيان بريزونتي في لو موند. كنتمنى نوصلوهم حتى هما يا بداك الامكانيات. الدعم ديال الجهات الوصيه على هاد الرياضه هادي؟ الصراحه بوغ لو مومون الدعم نقولوا على قد الحال، ماشي ما كاينش، مي باقي ما وصلناش لواحد النيفو اللي نقدروا نكونوا بروفيسيونيل 100%، حيت كيخصنا دي زيكيبمون اللي هما شويه غاليين ما كيكونوش في المغرب، خصنا تيرانات اللي يكونوا ديال الفوتبول الامريكان، حيت هادو اللي كنلعبوا فيهم راه كنديبانيو، هما ديال الفوت صراحه. بالنسبه للتكوين كاين شي اكاديميه في المغرب؟ اكاديميه باش نقولوا تابعه لشي جهه معنيه من الدوله صراحه باقي ما عندناش. هاد التكوينات اللي كنديروهم كنعتمدوا على لي زيكسبيريونس اللي عند الناس في الانترناسيونال، حيت كاينين دي كوتش كيجيو عندنا من الانترناسيونال هما كيعطيونا لي فورماسيون بازيك في التيران وكنتعلموهم وكندوزوهم. مي اوني بيان الحمد لله كنشدو، ولكن ما كرهناش التكادرا وندخلوا حتى حنايا الكادرومون في الاكاديمي. كان صراحه بامكاننا نشاركوا في لاكوب دي موند في الاسبان فيرسون فلاك هادي نيت اللي كنلعبوا عليها دابا، مي ما شابش الله باسكو خصنا تكون فريمون ايكيب ناسيونال، تكون من كل جمعيه تجمع النومبر اللي مزيان عندها ما تيساش، باسكو سي با فاسيل باش نكونوا حنا كلشي ونديروا حنا كلشي، خشي شي شويه يجينا الدعم من الجهات المعنيه اللي هما اكثر منا. السلام عليكم، الاسم ديالي اميمه باعلي، لاعبه في فريق كازابلانكا بولز، فريق المقر ديالو في مدينه الدار البيضاء، وحنا تلقينا دعوه من طرف فريق ريفنز اللي بمناسبه عيد العرش نظم واحد التظاهره عباره عن دوره، كانت عباره عن دو ويكاند، لعبنا السيمانه اللي فاتت ربحنا تاهلنا بوغ لا فينال باش نواجهوا فريق حتى هو محلي ديال مدينه الرباط فريق الهوكس. حنا فرحانين بهذه الدعوه اللي كتدخل في احتفال بالوطن وبالملك ديالنا نصره الله، وثاني حاجه اللي هي كتهتم بالمراه المغربيه اللي الحمد لله راه غاده من الاهتمام ديالها من طرف المجتمع ومن طرف الدوله غادي في التصاعد، وحنا فرحانين هذا النهار باش نشاركوا في هذه التظاهره الزوينه. الرياضه هي باش نعطي التفصيل ديالها، هي رياضه الكره القدم الامريكيه، صنف الفلاغ، صنف الرايه. الفريق ديالنا تقريبا بدا هادي عامين، والانضمام ديالي بالفريق كان هادي عام ونص. هي رياضه زوينه، فيها روح العائله، فيها كنحسموا بالكونديسيون فيزيك ديال اللاعبات، والاهم حاجه اللي يقدروا كيخافوا منها في كره القدم الامريكيه هي ما فيهاش داك لو كونتاكت اللي كيكون قاصح اللي تيخافوا منه البنات. زوين، وهي في اطار التطور، كانوا بادين كانوا كاينين فرق في الرباط وفي كازا كنظن، حنا كاول فريق في كازا اللي فيه صنف البنات، وحنا كنشجعوا جميع الفرق باش ينجحوا في هذه الرياضه كسوا ذكور او اناث. السلام عليكم، معكم تقي نورا من جمعيه ريفنس. انا ملتحقه للجمعيه هذه سنتين،
غير هو الفلاغ فوتبول امريكان كنلعبو لحد الان 7 سنوات. هاد الرياضه بصراحه عطاتني بزاف ديال الانرجي باسكو كاين بزاف ديال ستريس في لافي كوتيديان. دونك مي كنجي انايا لو ديمونش كان فريمون كنحيد كاع داك الانرجي لي توكسيك والامبيونس اللي كاينه مع ليفيكتيف فريمون زوينه حيت فيها بزاف ديال الحوايج, فيها الامبيونس, فيها كلنا اون فامي, فيها لا كومبيتيسيون. دونك كاين بزاف ديال الامور اللي كتشجع البنات انهم يقدروا يوازنوا ما بين القرايه وما بين الرياضه وما بين ليسبري اللي كيكون زوين بزاف. وحاجه اخرى لو سبور دائما بخصوص البنات الاناث كيعلمهم انهم يكونوا ديسيبليني, كيعلمهم انهم يقدروا يواجهوا الحياه ويقدروا يقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج. دونك لو سبور كيحط قدامنا دي زوبجيكتيف وكنخدموا عليها. دونك ملي كنخدموا عليها راه كتعاوننا حتى في لا في كوتيديان. دونك ما كيبقاش المنفعه ما كتبقاش غير في سور لي تيران, مي كتولي حتى مستمره حتى لابري لو تيران. وهادشي اللي كيعجبني في هذا السبور هذا لحقاش فريمون عاطي حتى لا فالور للبنت انها تقدر دير اي حاجه. حيت في الاول تقريبا انا كنت حسب لي زونسيانت كان غير فريق واحد ديال الفوتبول الامريكان وكنا كنلعبوا بنات ودراري وتاكل وهذا. دونك هادشي اللي كنشوف دابا زوين فريمون زوين لحقاش باش مين كنهضر انا مع ناس اللي كنعرفهم على برا راه فريمون ما كيعرفوش ان لو فلاك فوتبول كاين في المغرب. كتجيهم شي حاجه اللي هي واو واش بصح كاين الفلاك فوتبول امريكان. دونك هذا هو لوبجيكتيف خصوصا ديال ريفانس هو اننا ما نلقاوش نلعبوا غير او ميليو ناسيونال. دونك نقدروا نلعبوا على انترناسيونال باش نعرفوا ان هاد الفلاك فوتبول امريكان راه كاين في المغرب وكاين دي كومبيتونس اللي هما فريمون يقدروا يفاجئوا الجميع. لحقاش انتم كتشوفوا تبارك الله لو نيفو زوين بزاف باقل 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 معدات وباقل لي كونديسيون اللي ممكن نخدموا بهم هاد الفلاك هذا. مي انتم كتشوفوا تبارك الله لي كونديسيون اللي كاينين, كتشوفوا لو نيفو اللي كاين, فما بالك لو كان هادشي هذا فريمون مأثر مزيان وانكادري مزيان. فكنظن انه غادي تكون واحد المستقبل زوين وزاهر للفلاك فوتبول امريكا ويقدر يكون هو من الرياضات المتجدده اللي عندها عليها الطلب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.